ريسيرش. كثير مبسوطه بالتريننج تبع إيميديا. هلا استفدت من كثير مواضيع وحبيت كثير السيشن اللي عم حكينا فيها عن البلوج وعن الفيسبوك، مع انه نحن ما كان عندنا بيج على الفيسبوك. حبيت الطريقه اللي انعطت فيها السيشن، عرفت اكثر كيف نعمل بلوج، والسيشن تبع الاونلاين سيفتي لهلا كثير حلوه وفي كثير معلومات جديده، والاكسرسايز اللي عم نعمله كثير انتر اكتف الجمعيات مع بعضهم، وعم نتعرف على بعض اكثر وعم نتعرف على معلومات كثير جديده، ولهلا كثير مبسوطه.